لا والله انا بقول لكم كده عشان البلد دي بلدنا كلنا، مش بتاعتنا احنا بس. وانا كنت دايما اقول ايه؟ الامن القومي، الامن القومي، الامن القومي. واتكلم ان موسى كان يقول امن قومي، اقول الرعايه الصحيه امن قومي، التعليم. الله، طب ما انا لما جيت دخلت في التعليم بجد وعشان نصلحه، الدكتور طارق شوقي ده خد على دماغه لما مات، خد على دماغه لما مات. انتوا عايزين تعليم ولا مش عايزين؟ هو احنا القعده دي يا دكتوره، اللي انا دايما بقول كده، لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعيه حقيقيه لواقعنا، وان احنا ما نتكسفش ان احنا نتكلم. انتوا قلتوا كلام مترتب هيفهموا ناس كتير، وفي ناس كتير محتاجه اكتر من كده عشان يوصل لها. عشان ايه دكتور؟ احنا ممكن تقول لك معدل النمو بتاعنا ستة وبتاع. ستة ايه؟ هو اللي زي حالتنا ينفعه ستة؟ اللي زي حالتنا عايز 60. عايز ايه؟ 60 عشان توصليني ان انا يبقى عندي 5 تريليون دولار دخل ناتج محلي للمئة مليون، عشان اقدر اقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في اوروبا، واقدم لهم تعليم زي اللي بيقدم في اوروبا، واقدم لهم وعي وتوعية زي اللي بيقدم في اوروبا. انا ما بقدرش اقدم ده. لما عملنا قائمة الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها، لقينا بدل ما بنتكلم في 20-30 ألف اللي في 3 سنين داخلين على مليون، ولسه شغالين، مش هيخلصوا وهيزيدوا، مش هيخلصوا وهيزيدوا. الفكرة كلها ايه؟ يعني والله العظيم انا ما اقولش كده، يعني انا ما افتكرش هيبقى في فرص للجهد والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل، بس انتوا مش حاسين بده، مش واصل لكم.